رجعنا لكم مرة ثانية أعزائنا المشاهدين. طبعا معانا ضيفين خفيفين حلوين من الشباب. نرحب بأول شيء بفيصل الفهيد وليانا العوضي. يا أهلا ومرحبا فيكم، صراحة منوريننا، يعطيكم العافية على هذا الجهد. وفيصل أنت حاب تكلمنا عن شغلة توكن قاعد تكلم عنها قبل الهواء، فتفضل. احنا إيكويت هي منظمة شباب، وهدفنا الرئيسي هو الوحدة الوطنية ونأشر المساواة بين الناس وعشان مستقبل الكويت، لأن الحين هالأيام إن عندنا وايد مشاكل وكذا، يعني أهم شيء لنا المساواة، يعني إحنا نكون يعني مثل ما قلت وحدة الوطنية. صح، that's good. زين وليانا، يعني أنت قلتها وإنهم إن أنتوا هدفكم تحققون المساواة، شلون؟ طبعا هو اول شيء احنا نحب ان نخلي شباب الكويت يتطوعون معنا. ليش شباب؟ ان احنا وي بليف ان الشباب هم شنو، احنا مستقبل الكويت. طبعا صح، ان احنا اللي بعدين راح نسوي شنو هي الكويت. هم اول شيء يتطوعون معنا، راح يكون ناس من جنسيات ثانيه، عمر ثانيه، بنات وصبيان، وراح يتعلمون شلون they work together in a group، وراح يعرفون ان it's okay، ما فيها شيء اذا انا طلعت مع احد او يعني I had time with مع احد مو كويتي، ما فيها شيء. لازم يعني نعلمهم على الاحترام، لان اكو شيء قاعد نشوف بالكويت وايد قاعد تصير، يعني من ضمن المشاكل اللي قاعد تصير بالكويتي سوسايتي هو التفرقه. تفرقة صح، وهذه نقطة جدا سلبية. ويعطيكم العافية صراحة. انزين فيصل، شو اللي خلاكم تشاركون بملتقى كويت وافتخر؟ شمعنا بلشنا بمعرض سبوت لايت، وقلنا ان من كثر ما هو كان سكسس ان خلينا نجرب كويت. كان في اقبال ونجاح يعني. وقلنا دام من كذا النجاح اللي بسبوت لايت خلينا نجرب كويت يفتخر، علبونا ناس يعني من كل، يعني مو بس شباب، يعني عوائل يجون البوثنا ويشوف يعني مشروعنا وكل شيء عشان يشاركون. ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه على نفس المعرض بتشاركون بنفس الملتقى؟ اكيد ان شاء الله. يعني احنا بعد يعني نشارك، يعني another reason ليش نشارك بالمعرض انه يجت يعني السبورت من الناس اللي تي، يعني ما شاء الله اكو وايد ناس يجون يمدحونا، وهذا شيء يخلينا احنا يعني نشتغل اكثر، يعني gives us initiative اكثر. زين ليانا، قولي لي منو يدعمك من ناحيه الاهل؟ طبعا ابوي، عمي، ورفيجاتي. رفيجاتك. زين جروبكم كم شخص؟ احنا اول شيء يعني التيم المين تيم مالنا احنا 10 اشخاص و 11 عندنا 5 girls و 5 boys تقريبا. تقريبا فيصل وليانا، انا بسالكم سؤال، يعني شنو الفيوتشر، شنو واتس ار يو بلانينج ان فيوتشر، شنو خططكم المستقبليه، شنو ناويين تسوون؟ والله حق الان يعني ما نتفي صراحه، لان فكر يعني احنا اهم شيء لنا اللي عندنا الان، يعني هاف تو فوكس اون ذا بريزنت، لان ما تدري ايش بيصير باكر، يعني خلينا نخلص يعني اللي قاعد عندنا الحين وبعدين ان شاء الله يعني باكر يصير انه وات ايفر هابنز هابنز. لا اي مين يعني ديد يو اتشيف يور جولز اور ايمز اور نوت ييت؟ طبعا يعني احنا من اول ميتين كان عندنا، اول ما بدينا شيء كان طبعا هو اول شيء إيكويت تبدا كموقع الكتروني كويب سايت، وبعدين حبينا ان نكبر، فقاعدين نشوف يعني قبل اسبوعين بالميتنج قعدنا نشوف اهدافنا من اول ميتنج اللي سويناها، والحمد لله وي اتشيفد ايفريثينج. يعني كان عندنا، كنا بنقول والله نبي نسوي واكاثون اللي هو اي ام نوت ا بولي، اي ما اجينست اجينست العنف، ضد العنف. ان هذه قاعد نشوف ان مشكله ثانيه هم قاعد في السوسايتي. فمش خلينا تقريبا كنا 100 شخص مشينا من المركز العلمي لمارينا ويفز، وهو كنا لابسين وردي وكنا ماسكين بانر كبير مكتوب عليه اي ام نوت ا بولي. ايش معنى بينك يعني؟ لان بينك هو مو بس اللون حق سرطان الثدي الصدر، هو لكن لون حق انتي بولينج. لان قبل 4 سنين تقريبا بكندا كان في واحد ولد داوم المدرسه كان لابس وردي، صبي لابس وردي، يعني وردي هو مو حق بنات ولا حق صبي، يعني عادي. وهذا الولد هي جوت بوليد، يعني عيبوا عليه. فاليوم الثاني اتفقت كل المدرسة ان يلبسون اللون الوردي. واو. فمن يومها صار اللون وردي. الحين عبير بعد لابسه وردي عندنا. طبعا احنا الحين يعني نقول لكم مشكورين وايد وايد، يعطيكم العافية. يعني ثانك يو فيري ماتش، وان شاء الله ان شاء الله يا رب ان يو اتشيف يور جولز مور ذان يور جولز ويور ايمز، تستاهلون كل خير. كل خير ان شاء الله، والله يوفقكم ان شاء الله. طبعا اعزائنا المشاهدين، الحين عندنا لقطات او اشكال غريبة يعني موجودة هني بملتقى كويتي وافتخر، شوفوها وراح نرجع لكم إن شاء الله مرة ثانية.